سلام قاعد اقرب ايش اخبارك تمام جايكم حاب اليوم مقطع ايش مقطع اليوم ميمز من زمان ما نزلنا ميمز يعني صار لنا اكثر من شهرين حول الشهرين ما نزلنا مقطع ميمز فلا تنسوا لايك واشتراك وسووا لي مجتمع صندوق تابعونا كم تابعني سناب تصلوا علي وسبحان الله وحده سبحان الله ليتس جو نبدا الضحك مبدئيا شكرا فواز على الميمز لان اخذته من سيرفر حل عني ناقصنا كدش طالب العلم كيف يفكر حرب البسوس يا عيال انا امس تابعت حرب البسوس كامل يا عيال والله انا ممتعة طبعا من دز تحيل دز اتوقع من اول القنوات حقت القصص تابعتها دز شكلهم صدق مسويين مصيبة يا عيال ما هم صالحين هي سبعة جيل والله ما في أنا هذا كله نفر كده سوي والله سويته كويس عربي مرة كويس استغفر الله العظيم أذكر بيعك الفضيحة اللي كنت ما رحت مكان لازم يسوي شيء أنا ليش كذا قاعد أتكلم مدري بس أحس إنه كذا يتكلمون الإماراتية أو القطرية ما أعرفه جاء حد على طول إذا جبت العيد عند ضيوف أمي وأختي بالمطبخ غيرك يا حبيبي هذا الحمار ما تفتح وجهك فواز يا هالمبغى غيرك يا حبيبي هذا الحمار ما تفتح وجهك فواز يا هالمبغى المشكلة للي عنده فلوس بس ما رضي يدفع يقول لنا لا الأبلة أو الأستاذة سألتني عن الدرس السابق وأنا ما ذكرت طيب إيش رأيك في الناس العنصريين؟ عنصريين؟ يس هاي تمام أنا ما أدري إيش أتوقع أوكي أتوقع إنه أسطورة العجزية سمعها أما سوريين أو سعوديين بس أما قصة عنصريين هذه أول مرة يسمع فيها موقف لا يحسد عليه يعطيك العافية يا رب صلوا على النبي اللهم صل على اخونا رايد عنده كلمه يبي يقولها يا سلام والله هي المجلس ذا ما تدري شن تقول فيه فيه من المشايخ وفيه من الشعراء وفيه من الادباء وفيه من كبار السن وانا اصغرهم سن وما نقول الا الله يبارك في الساعه اللي اجتمعنا فيها ويبارك في ذا المعرض اللي اجتمعنا فيه والفرصة الطيبة اللي شفناكم وتعرفنا عليكم وسلمنا عليكم وسمعنا سوالفكم وقصايدكم واللي تكلم بكلام الدين الله يجزاه خير ويبيض وجهكم جميع ويجمل حالكم هيال هذا المواقف لا تسوون تكفر ترى والله يعني شينا مرة إذا سلكت ما حد له أنا لي بثوث وأنا أقول مين يأكل أكل بحري مين الإنسان الصح اللي يأكل أكل بحري سألتك بالله والله العظيم حتى موجودة اللقطات الآن في تويتش عندي اللي ما الرابط تويتش أبابير رجال ما حد يتكلم عليه ولا كذا أبابير عملكم هو التزلت وقالت فطور تمر وموية أنت داخل مطبخ العصر Check it out, check it out, here we go, let me say it. Tracks on wax, make the teachers wanna play it. The front to the front, then the back to الله يطول عمر امهاتنا واخواتنا صراحه اشتغلوا الشغل في رمضان رحت عند قرايبي وجابوا لي اكل قالوا لي كل فيه اكل كثير داخل ودم الصغير فين البرجر بتاعي يا ابني مفقوعه يا ابني الجعانه فين البرجر بتاعي يلا يا حرامي فين البرجر بتاعي استغفر الله الله لا يحط احد في الموقف يا الموقف شين ويقهر مضر في النوم عيني ولا هني ترقاد همين حافي وضري استغفر الله العظيم استغفر اللهم لا شماته اللهم لا شماته استغفر الله العظيم شو شكلك خرع حلك قولوا ولا يا قولوا كسر يا رب بآيدنا وفرح فيها البركة وزيد جانا العيد اهو جانا العيد جانا العيد اهو جانا العيد
انا عشان كذا احلق قبل العيد بيوم بيومين تقريبا عشان اذا خربت اقدر اعدل. ذيك المره ورب الكعبه رايح هلاك تركي هنا عندنا احتلت 28 رمضان اوكي ليله 28 صباحيه 29 حلو. دخلت سلام عليكم قلت له في حلاق؟ قال لا. قلت له يعني بس دول اللي عندك؟ قال لا تعالي بعد العيد. غبي انت يعني حلق ووريها بس امي ولا شو اسوي؟ شو اسوي بعد العيد انا؟ رحت الحلاق مصري شو بحلق؟ قال ما في حجز ابدا. احنا كل شيء متهاوشين انا وياه قدام يا عيال. هذه صدق الخوة الحقيقية. الخوة الحقيقية انك ما توقع خويك بأماكن تعبانة او تضحك ضحك الناس على خويك عشان مثلا بنت ولا عشان اي شيء. انت هنا حرفيا ما تستاهل احد يسلم عليك. بالاخير حركة الدفاع عن النفس للقضاء على النفس. ها فكر عقله. استغفر الله العظيم. تبين مساعد الدوسر شغال قرد. احترم نفسك. انا ما كان قصدي شيء. هو قرد ولا لا؟ هذه بنتي كيف تكون يا حرفيا مساعد الدوسر يبط بط يعني حتى الكمبيوترات ما تسوي ذي اصلا. ايش هذا؟ خله يلعب هو تراه محترم يا اخي للي. انا ما فهمت ايش معنى يا اخي للي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا اخوان. اليوم راح اوريكم خلطتي في اكل الشيبس. اول شيء نحتاج الشيبس هذا فلفل ليمون ومكسره حط شطه خردل شطه حاره. استغفر الله العظيم يا اخي للي يا اخي. ما فهمت الا حقين فيفا. انا ما ادري دخلت المقطع وانا مو جاهز. جاهز شوف الشرعية. يلا امشي بسرعة. 1 2 3 ادخل. ما شاء الله أجيني. ما شاء الله وش فاتح باكج. يا رب مبابي شكبه. استغفر الله العظيم. حلا حلا حلا. الواحد راح مشوار ثاني. استغفر الله العظيم. بس حلو حلو احسن احسن ما لك بس نطاط. عيال صار عندي تعرفون يقول لك قفل اضطراري. انا صار عندي قفل اضطراري لازم اسوي المقطع. ما عليكم ثوب سبعه بس ايش بسوي؟ هذا حل الدنيا. يوم لك ويوم عليك. فلا تنسوا لايك واشتراك وسوي درجة صندوق غصب. طبعا هيك انتبه على سناب بات. صلوا على النبي. سبحان الله وحمد فراضيم. ليتس جو. صلوا على النبي ومع السلامة. اذا ما قفلت ابو راح يقفل علي.